هل تشاد بالتحديد دكتور خالد مهددة بالاقتتال الحرب القبلية في دارفور أيضا إذا كنت تراها بهذا النحو؟ تشاد طبعا الموقف بتاع تشاد واضح بصورة واضحة جدا من بداية الحرب وحتى من قبل الحرب، الموقف بتاع السالب تجاه حميتين، وكانت تشاد بتعتقد جازمة إنه واحدة من المشاكل الموجودة في تشاد من خلف حميتين، وهي اللي الحق في ذلك الأخ. يعني تقريبا يمكن الحميتي في تركيزه على استخدام مجموعة من القبائل الموجودة في القبائل العربية، إذا كانت الموجودة في ليبيا أو إذا كانت الموجودة في تشاد أو الموجودة في مالي والنيجر الجرعان وغيرها من القبائل، وهي قبائل يعني ذات يعني مصدر بتاع مشاكل مستمر في هذه المناطق. وكان حميتي واحد من الأدوات المستخدمة لتجميع كل هذه القبائل الموجودة من جرعان وغيرها موجود في هذا يعني بينتموا لهم في هذه المنطقة في تشاد، وكل هذه القبائل هي عبارة عن مصدر قلق في البلدان التي توجد فيها. يعني القبائل العربية الموجودة في تشاد هي واحدة من المكون الأساسي بتاعت المعارضة للحكم بتاع الدبي في تشاد، فبالتالي كان بصورة واضحة جدا يعني دبي قفل الحدود بتاعته مع السودان، وأي قوات كان بالذات القوات اللي انسحبت في البداية بتاعت الدعم السريع استلمهم طوالي وجردهم من أسلحتهم وخلوهم عبارة عن لاجئين عاديين. فبالتالي الموقف بتاع تشاد بيكون داعم أو متناسق تماما مع موقف الجيش السوداني. بالنسبة لدارفور أخي الكريم، يعني معظم القبائل وهي بنفس الشكل بتاع الصراع بتاع القبائل العربية وغير العربية، كذلك الصراع الموجود في دارفور. ولافت الدكتور أنه عدد الضحايا في دارفور مرتفع، نتحدث عن مئات الضحايا. نعم، في كتوم وفي الجنينة، المنطقتين المتهبتين بصورة واضحة اللي هو كتوم والجنينة، وهي يعني شو السبب هذه الدموية؟ يعني لماذا هذا الارتفاع في عدد الضحايا؟ يا أخي ضحايا نتكلم عن سؤالك ده عن ديل الجنجويد، ديل ممارستهم في الحياة دي هي القتل. انت القتل في الحرب بتاع دارفور قبل سقوط النظام السابق واللي هو كان بواسطه الجنجويد وبواسطه حميتي نفسه اللي هو عباره عن مئات الالاف، دي مجموعه اصلها مجبوله على القتل والان تمارس هذا القتل يعني في داخل الخرطوم. لو زول جماشي وقال له السلام عليكم طريق. نعم وصلت يا دكتور، شكرا جزيلا لوجودك معنا. دكتور خالد حسين الاكاديمي والباحث السياسي ساخت. Thank you.